أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية في المكنتو في المتوشو، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد دائما في إطار برنامجكم ولا تيأسوا من المملكة المغربية، برنامج اللي من خلاله كنستعرضوا لكم حالات الشفاء اللي كتجي لمجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية وكتستعمل جرعات المكملات الغذائية ولله الحمد كتشافى بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل جرعات المكملات الغذائية التي تنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. لا شك أنه يعني من بعد جائحة مرض كوفيد 19 فالحمد لله بدينا شيئا فشيئا كنستعدوا أو كنرجعوا يعني الحياة ديالنا الطبيعية، فاحنا أيضا استعدينا أو رجعنا باش نصوروا لكم حالات الشفاء اللي ولله الحمد كتشافى من بعد ما كتستعمل جرعات المكملات الغذائية اللي كتنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. حلقة اليوم غيكون معنا فيها إن شاء الله السي عبد الإله اللي غيتحدث نيابة عن الأم ديالو اللي هي السيدة فاطنة اللي عانات من مشكل قولو العصبي لمدة طويلة، فهذا المشكل اللي يعني خلف لها عديد المضاعفات وأيضا يعني طرقت عديد الأبواب بحثا عن الشفاء وبحثا عن تحسن، يعني وصل بها الأمر إلى إجراء يعني عملية جراحية، فأكيد أنه ولله الحمد من بعد ما طرقت باب مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية لحظة بصحة جيدة، والابن ديالها سي عبد الإله غيحكي لنا وغيروي لنا كيف كانت يعني رحلة المعاناة ديال الأم ديالو وكيف أنها ولله الحمد ولات بصحة جيدة. السلام عليكم، أنا كان شوف بأن الأم ديالي قبل كانت كتعاني من القولو العصبي من المصران لدرجة أنها واحد الوقت ما كتنعش بالحريق وبسميتو عانات بزاف سنين وهي كتعاني. المهم اضطرينا أننا باش نديوها للمستشفى وقطعوا لها واحد الطريف ديال المصران لأن مابقاش كيدوز الماكلة داكشي تسد وداكشي. المهم هذه المعاناة ديال المصران هي هذه، المهم حيدوا لها واحد الطريف وداكشي. من بعد بقات رغم ذلك بقات المعاناة ديال كتعاني من سبيتو مرة كيألم على داكشي والدوايات وكذا، والسيدة الوالدة بقات كتضعف من وراء داكشي ثاني. وهذه المهم معاناة حقيقية لدرجة أننا اكتشفنا بأن عودوا الناس بأن كاين واحد المركز ديال السي الهاشمي الدكتور الهاشمي، إوا التجأنا ليه الحمد لله. بدينا معها بالجرعة الأولى، السيدة ملي خضات الجرعة الأولى بدينا كنحسوا بواحد التحسن، السيدة ولات كتنعس مزيان كتاكل الحريق ما بقاش الحمد لله الحمد لله، ونشهدوا بهذا الشيء هذا. دارت الجرعة الأولى مزيانة، خدينا الجرعة الثانية بدا التحسن، إلا أن المشكل اللي عندنا حنا هو ما كناش كنردوا البال أن ملي كتسالي الجرعة الأولى كتكون مزيانة ما كان يعني ما كنسيروش قبل ما تسالي الجرعة ندوموندي الجرعة الثانية، حنا كنخليوها كتسالي الجرعة عاد كنديروا الطلب الجرعة الثانية، يعني كيكون واحد انقطاع ديال واحد 15 يوم 20 يوم تما كيكون شويه ديال كيبقى واحد شويه ديال التاثير. يلاه فقنا لهاد القضيه هذه، قال لك خصكم تسيروا داك الشيء يكون داوم يعني ما تقطعوش باش كيعطي المفعول ديالو. هذا هو اللي كاين. المهم على كل حال بصفه عامه الدواء راه دواء طبيعي ومزيان وراه الحمد لله بالتجربه ديال الوالده ديالي يعني ما كيبقاش الالم، كتولي تاكل مزيان كتولي تنعس مزيان كتولي يعني كل شيء مواد طبيعيه الحمد لله. داك الشيء اللي مذكور في القران يعني بالعسل والاعشاب الاعشاب الطبيعي ديال الارض اللي خلق الله تبارك وتعالى، داك الشيء اللي كاين الحمد لله. المهم حنا مسايرين والحمد لله، الوالده راه في تحسن الحمد لله. قلت لكم كيفاش اول مره الوالده كيفاش حسينا بها ملي كانت كتالم بهذا المرض ديال المصران، كانت كتالم بزاف وما كتنعش كاينش الناس يعني حنا كنتالموا معها. اذا كان عندنا الحل الوحيد هو دينا للمستشفى باش نشوفوا شنو عندها. كيفاش قلنا بان المصران تسد لها من واحد الجانب ما بقاش كيدوز الماكله سكيفيك يعطي داك الحريق وداك والماكله ما كدوش. اذا الحل قال لك الاطباء هو غادي ينقصوا ليها من المصران، يحيدوا داك الطرف اللي هو مريض. فعلا حيدوا داك الطرف ديال المصران و المهم رغم ذلك مني حيدوا داك الطريف بقى الالام وبقات المعاناه. يعني رغم الادويه الغلاء ديال الادويه راك عارف المصران الادويه ديالو غاليه بزاف، بقات المعاناه الا ان اكتشفنا بان شي ناس هما اللي
قالوا لينا على المركز ديال الدكتور العشيمي، قال لك اودي راه التجؤوا ليه لعل وعسى يجيب الله الشفاء، لان راه بزاف ديالنا جاب الله التيسير على يد الدكتور العشيمي. فعلا مشينا للمركز ديال الدكتور العشيمي هنا في الدار البيضاء اللي في شارع عبد المؤمن، استفسرنا لهم شنو وقع، قلنا لهم بان راه الوالد عند المرض ديال المصران وراه دايره عمليه جراحيه وكذا وكذا. المهم خذوا المعلومات ديالنا، جابوا لنا الجرعه الاولى، بدينا كنستعملوها، بدا شويه ديال التحسن. المهم عطى واحد الاكل ديالو، سالت الجرعه الاولى، جبنا الجرعه الثانيه. الجرعه الثانيه الحمد لله حسينا الويده ولات كتاكل مزيان، ولات كتنعس، ولا يعني تم الصحه ديالها بدات كتحسن، بقينا غادي الحمد لله. وداك الشيء الحمد لله راه طبيعي، وفعلا راه بالشهاده ديال المريضه ماشي ديالي انا، راه ديال المريضه هي اللي كتقول هذا الشيء، هي اللي كتحس بهذا الشيء، لان داك الشيء طبيعي، العسل طبيعي. ذكر الله تبارك وتعالى في القران، الاعشاب مذكورين، راه في الله خلقهم الله تبارك وتعالى في الارض، ما كاينش شي حاجه اللي هي كيماويه او كذا، يعني كل شيء لما نفعك ما يضرك. فعلا الحمد لله راه دابا راه حنا غادي نفتح السوق الحمد لله، راه الحاله مستقره والحاله مزيانه، وحنا غادي ان شاء الله مكملين، وراه الشفاء من عند الله تبارك وتعالى. والله يكثر خير الدكتور الهاشمي، لان راه نافع الناس بزاف الحمد لله. هذا هو الواقع، هو هذا، يعني الانسان ما غيخسر والو، الحاجه لما درسك ما تنفعك، غتجي للمركز ديال الهاشمي وغتشوف كل شيء طبيعي الحمد لله. الانسان يديرو ويتكل على الله، وراه الحمد لله الحمد لله. داك الدواء راه مهم بزاف، راه احسن من داكشي الكيماوي. ايوا الحقيقه هي هذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا اعزائي المشاهدين، يعني كيف ما شاهدتوا وكيف ما تحدثنا مع السعد الى نيجا نيابه على الام ديالو السيده فاطمه، اللي عانات يعني من مشاكل عديده، ولله الحمد ولات بصحه جيده. وكيف ما تحدث السعد الى فالام ديالو بخير وعلى خير ولله الحمد. هادشي كامل من بعد ما انتجت مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية واستعملت جرعة المكملات الغذائية، ولله الحمد لقات الراحة ديالها الكاملة. وصلنا أعزائنا المشاهدين نهاية حلقة اليوم، كنتمنى أنكم يعني تكونوا بصحة جيدة، وكنتمنى لكم دائما وأبدا الصحة والعافية، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.